اسمها ايه اللي حضرتك بتقول؟ ايوه يا عم انا متواضع بس مش للدرجه دي يا عم. وبعدين انا عندي الدليل ان انا مش كبير. يقول لي هو اقول له انا ما سافرتش اديس ابابا دي نهائي خالص. حلوه حلوه حلوه. ايوه دخلت دي الفيك دي اتصور. ايوه ايوه دخلت الفيك دي اتصور. يجي اخويا التاني عم تاني ولا مؤاخذه كبيره خرب بيت ابوك. هي جات لك دلوقتي بقى؟ لا دي بقى جت اديس ابابا دي جت بعد الحادثه. دخلت كمان معاها كويس. يعني انت اساسا كنت بقول ده بس بس ما دخلتش اديس ابابا دي ما دخلتش يعني اديس ابابا جديده هي اللي اتضافت. انت ضفتها انت دلوقتي ضف عليها ماما بقى. ضف عليها ماما لما فاق لما فاق بيسال انت بيسال ما انا فين؟ لا ده انا حابس فيها دي يا حبيبي. دي على المسرح حابس فيها. طب ما تعمل لها واحد من الارهاب يعني واحد من الارهاب اللي ميت ده واحد يكون مرمي من الارهاب ده بيفوقوه. محمد سراج. ايوه صح محمد سراج. بس برضه ما دامت النقطه اتعرفت هتبقى ما تعرفش. لا هي ما تعرفتش ما تعرفتش. ايوه استاذ نيازي مصطفى مؤلف القصه بتاعتنا.